شوبير مقابلة اليوم تاع تورينو ساسولو، سنة كيفاش ساسولو للعب مقابلة كبيرة، رغم أن كان منقوص من لعاب في الدقيقة في الشوط الأول في 28. سنة كيفاش كان فايز على مرتين وهو فايز، وسنة كيفاش بعد انقلاب المقابلة في الشوط الثاني، سنة كيفاش تورينو في الدقيقة وين خادع ساسولو في الدقيقة 81-82 هدفين بعد بيناتهم دقيقة أو دقيقتين، شنا كيفاش سجلوا شنا نقولوا أربع أهداف في الشوط الثاني، هدف واحد في الشوط الأول، أربع أهداف في الشوط الثاني. شنا كيفاش كانت سيطرة كبيرة من طرف تورينو بعد خروج اللاعب اللي سجل الهدف الأول وهو المهدي بوربيع المهدي بوربيع في الدقيقة 27، خرج في 28 بعد تسجيل الهدف تاعو. خرج شنا كيفاش الشوط الأول كمل هدف لصف بالنسبة لساسولو. شنا الشوط الثاني كانت سيطرة كبيرة من طرف تورينو اللي سجلوا شنا استحواذ 63% لتورينو، 37% لساسولو، 472 تمريرة لتورينو، 296 بالنسبة لساسولو. شنا كيفاش التشكيله كانت محكمه، كانت قبل ما شنا كيفاش ساسولو كيفاش كان مسيطر في المقابله، كيفاش عرف كيفاش يسجل في الدقيقه 27 عن طريق اللاعب المهدي بوربيع اللي سجل الهدف في الدقيقه 27 وخرج بالحمراء رغم ان سجل هدف. شنا المدرب تاع تورينو والتير مالتزيري اللي عرف كيفاش الشوط الثاني التغييرات اللي دارهم شنا كيفاش جابت كانت ايجابيه، جابت نتيجه، التغييرات اللي دارهم جابت نتيجه رغم ان المقابله كانت صعبه ما كانت سهله. كان خصنا الشوط الثاني ساسولو تلعب ناقص واحد وسجلت في الدقيقه 71 عن طريق اللاعب باولو ليروال اللي سجل في الدقيقه 71. شنا في حتى الدقيقه 81 10 دقائق من بعد باش عدلت النتيجه تورينو في الدقيقة وين لعب زازا اللي سجل في الدقيقة 81. شنا كيفاش 82 دقيقة من بعد لعب اللي سجل في الدقيقة 56 أندري بيلوتي هو اللي عاود سجل الهدف تاع الفوز، أندري بيلوتي في الدقيقة 82 بطريقة مخادعة، بطريقة كانت نقولوا بلي اليوم تورينو نجا من الهزيمة ماشي من الفوز. لو كان زعما شنا كيفاش لعبوا، شنا لوكيتش، شنا نقولوا حنايا أليكس، شنا كيفاش دانيال، شنا أندري، شنا هذو اللاعبين اللي خاصة مدر الحارس سيرجيو اللي فاني كنقذ المرمى تاعو. شنا كيفاش التشكيلة تاع ساسولو فاني كالحال المدرب اللي يعمل المستحيل من أجل الحفاظ على النتيجة لكن بدون جدوى، وين المدرب روبرتو دي زيري اللي رغم ان التغييرات اللي دارهم بصح سيلا شنا الحارس اندري عمل المستحيل لكن بدون جدوى، وين كان شنا كيفاش كانوا يلعبوا بناقص لعاب، شنا اربع اهداف في الشوط الثاني، شنا هدف واحد، هذه هي المقابله. وشنا كيفاش كانت رغم ان ذلك كانوا يضيعوا اهداف وين لعبوا خطه دفاعيه، وشنا كيفاش ساسولو ولات تلعب هجمات معاكسة خاطفة وكانت شكلت خطورة كثير بزاف كاع. شنا كيفاش شنا خاصة ساسولو كان عندها ذاك ستيفانو، شنا كيفاش فيليبي، شنا جيريمي، شنا لاعبين شنا اللاعب جين ماركو اللي ضيع هدف التعادل في الدقيقة 88، هدف التعادل الهدف الثالث في الدقيقة 88. هذه هي المقابلة، هذه هي إيطاليا صحيتو. وبعد المقابلة إن شاء الله بعد نشوفوا المقابلة الجاية إن شاء الله صحيتو.